والله مو باستطاعتي اطبخ. الخضره غاليه، كل شيء غالي. الفاصوليه اليوم حق بلاوي، حق 17,000 ليره بيقولوا الكيلو تحت صارت غاليه. الفول الاخضر ب 4000 وب 4500 الكيلو غاليه. البطاطا غاليه، الخضره غاليه، كل شيء غالي غالي. يعني الخضره بانواعها بشكل عام، بشكل عام كل شيء انواع الخضره غالي بشكل عام. والتجار عم تولع بالاسعار، عم تولع تولع. وهلا رمضان مستغلينه بالغلاء، هذا شهر الاستغلال. بدل ما يرحموا العالم ويراعوا ويرحموا مشان الدرويش ياكل، بالعكس عم يغلوا الطاقة عشرة، عم يحطوا اضعاف الاضعاف. لكن البندورة غالية، الفاصوليا غالية، الخضرة غالية، الخيار، الخيار في حدا ما بيقدر يجيب الخيار، ما في غالية. الفليفلة غالية، كل شيء غالي. والله ما فوتت شيء، يا حرام علي، يا حرام علي ما قدرت جيب شيء، يا حرام علي ما جبت شيء. والله أول يوم أكلنا تسقية، تسقية وما بتسند وما بتشبع. تسقية برغل، تسقية برغل محمص حاف، برغل حاف حاف، بس بتحمصه وهيك برغل حاف، برغل حاف. والله الدواب ما بياكلوه، والله والله صفينا مثل البقر. والله عم لها مرتي انا بنشبه البقر، قالت لي ليش بنشبه؟ قلت لها لانه هن بياكلوا برغل، رحنا بناكل برغل، اما غير شيء ما بنقدر ناكل. الدجاج ما بنحسن نقرب عليه، بتعرف انت ايش كيلو الدجاج؟ ب 23 وب 25 والمصدوره ب 27,000. والله وصلت ل 30,000، والله لاني ما بجيبه انا ما بعرف، بس عم اقول لك وصلت ل 30,000. ما عم نجيبه نحن، ما عم نجيبه، يعني كل يوم بسعر، كل يوم بسعر، كل يوم بسعر. هلا عم يقولوا سمعت انه وصل ل 30,000 الدجاج، صدوره صدوره الدجاج. عم بقول لك كل شيء غالي. اللحمه وقت استرجي تقرب عليها، والله ما عم ياكل اللحمه غير الغني، والله ما عم ياكل اللحمه غير الغني. الدجاج ما حدا عم يفوته على بيته الا الغني. اما اللي مثل حكايتنا نسينا الدجاج، نسينا نسينا. احلف لك يمين هذا المصحف عندك مصاحف وحياته.